نصيحة وهي أغلى من الدنيا بما فيها: ما استطعتم هيئوا لكل عمل نية. هيئ لكل عمل نية، لا تتحرك إلا بنية، لا تمشي إلا بنية. فالنية تحول الدنيا إلى آخرة، الدنيا تتحول إلى آخرة بالنية. بدك تنزل على الشغل، كلنا بنشتغل ما فيها شيء، لكن أما تنزل تقول: اللهم إني نويت خدمة عبادك وقضاء حوائج خلقك، ناوي أقضي حوائج الخلق، هاي عبادي طاعة، مر عليك طول النهار وأنت في عبادي وطاعة. ما بس الصلاة طاعة، هاي النية طاعة، خدمة العباد طاعة، قضاء حوائج الخلق طاعة، دفع الأذى عن الناس طاعة. فابذل همتك بالنية لتكون منيبا إلى الله عز وجل. المنيب هو الذي يكون قلبه مع الله تعالى. شلون القلب بده يكون مع الله؟ بتشتغل بذكر الله يا ابني، ذكر الله، اذكر الله حتى ينشغل قلبك بالله، بتحاكي وقلبك مع الله. الله يرضى عن رابع العدوية، رابع العدوية شو كانت تقول؟ ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، هو عم يحدثك. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، يعني بده يقعد معي أعطيته جسمي. وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، أنا اللي عم آنسكن. وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي، لو ما يستأنس القلب أنتم ما بتستأنسوا. لما القلب يستأنس بالله أنت بتستأنس بجليسك. اذكروا الله، اذكروا الله حتى تستأنس قلوبكم بالله يا ابن. ووالله ما لنا فرج إلا من الله، ليس لها من دون الله كاشفة، ما في من يكشفها إلا الله. اذكروا الله لعل الله ينظر إلى قلوبكم فيكشف البلاء. فليس لنا إلا الله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، الله يتقبل منا. فإذا ما في طريق تصون نفسك وتبعدها عن عذاب الله إلا أن تتوب في الدنيا وتنيب في قلبك إلى الله، لسانك يتوب وأعمالك تستقيم وقلبك يرجع إلى الله. وأشد توبة وأعظم توبة توب من الغفلة وتشتغل بذكر الله. الغفلة سبب كل حسرة، كل مصيبة، كل غفلة، كل معصية سببها الغفلة عن الله. اذكروا الله حتى ينشغل القلب بالله.